عمل اجتماعي شبابي لفائدة الأطفال والشباب نزلاء مركب الأمل الخيري بسلا الجديدة، وجبة غذاء قدمت لهؤلاء في مبادرة إنسانية أشرف على إعدادها وتأطيرها 20 شابا ويافعا أغلبهم تلاميذ. حدث يأتي في إطار أنشطة نادي المواطنة لمؤسسة الفطرة، هذه المؤسسة التابعة للرابطة المحمدية للعلماء. تأتي هذه المبادرة في إطار الاهتمامات نادي المواطنة بالرابطة المحمدية للعلماء في ورش بناء طفولتنا المغربية وتنمية إحساس ديالهم بالقيم البانية النبيلة المفعمة بالمحبة والتضامن والإخاء والعطاء والتضحية. الهدف من هذا النشاط هو ترسيخ القيم التضامن والتكافل الاجتماعي لدينا نحن الناشئة، وتنمية الحس المواطناتي والسلوك المدني الاجتماعي. 180 طفلا من نزلاء هذه المؤسسة الخيرية استفادوا من هذا النشاط الاجتماعي، نشاط خلقت خلاله أجواء مختلفة في المؤسسة، أجواء لاقت استحسان النزلاء. فرحان بزاف من هذه المبادرة كتقدمها لنا رابطة المحمدية للعلماء، وانا كنشكر هذه المؤسسة هذه، وانا فرحان بزاف حيت اليوم جاو عندنا وفرحونا. تمويل هذا النشاط كان بمساهمة مشتركة بين الرابطة المحمدية للعلماء والأطفال تشجيعا لهم على روح العطاء والمبادرة، ثم تبرعات المحسنين، مناسبة اختتمت بفقرة للمديح والسماع الصوفي. من الشباب وإلى الشباب، مبادرة مرت في جو من الدفء العائلي المفتقد، شباب يحذوهم الطموح إلى تحقيق قيم التضامن والتكافل الاجتماعي، قوة ناعمة من أجل مغرب للجميع. كانت معكم رجاء فضلي وفيصل أبروش لقناة ميديان تيفي من مدينة سلا.